قد تعرف أشخاصاً يدعون المرض للتغيب عن العمل، لكن شخص يدعي أنه مخطوف لمد إجازته، هذه جديدة. إيان سائح بريطاني في تايلاند نفدت أمواله، فابتكر حيلة شيطانية، اتصل بعائلته وأخبرهم أنه مخطوف وطلب منهم تحويل أموال لدفع الفدية لعصابة وهمية. اتفق إيان مع أصدقائه لتنفيذ الخدعة وإطالة إجازته في باتايا المعروفة بمدينة الخطيئة. الأسرة المكلومة تواصلت مع الإنتربول، والسلطات التايلاندية عينت فريق عمليات خاصة أجرى بحثاً شاملاً لتحرير إيان من خاطفيه. تتبع الفريق خط سير السائح البريطاني حتى وصل إلى مقر إقامته في أحد الفنادق، وعند اقتحام غرفته كانت المفاجأة، إيان سليم، لا عصابة لا مجرمين، والأمور تمام. الشرطة وجدته بصحبة ثلاثة أجانب آخرين في الغرفة نفسها في حفلة مستمرة ليومين. الشرطة تواصلت مع أسرة إيان لطمأنتهم، لكن هناك مشكلة بسيطة. الابن معتقل بكوكتيل من التهم، حيازة أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة وحيازة مخدرات من الفئة الأولى، بخلاف تجاوز مدة الإقامة في تايلاند. انقلب السحر على الساحر، وحالياً ينتظر إيان والسائحون الثلاثة المحاكمة في المدينة.